اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بنجمنا النهارده منير غنام، طبعا محلل الكره العالميه اللي مشرفنا النهارده في المحترف. زي ما قلت لحضراتكم، اسلوب مختلف من التحليل الفني، كمان رؤيه مختلفه للكره الاوروبيه والافريقيه. ان شاء الله هنستمتع معاه بفقره جيده باذن الله. منير اهلا بيك، نورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. الاخبار؟ مبسوط جدا مع حضرتك النهارده، شرف. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. هنتكلم في ملفات كتير ان شاء الله. كان لنا لقاء معاك قبل الهوا، ويعني الحقيقه عندك افكار كتيره جدا وتحليلك مختلف بشكل كبير. بس عايز ابدا معاك بخبر ان في انديه كثيره جدا على مستوى البريمير ليج، على مستوى كمان انديه التوب ليفل في فرنسا، مهتمه بمصطفى محمد. انت عارف منير ان مصطفى يمكن من شهر تقريبا فريق نانت خلاص فعل بند شراء محمد مصطفى محمد بشكل كبير. هل ده كان يعني جزء من جزء تنظيمي على مستوى الماركتنج، ان هم عارفين ان في انديه كثيره على مستوى البريمير ليج على مستوى الدوري الفرنسي ترغب في ضم مصطفى محمد؟ شايف ده ازاي، وشايف رؤيتك لمصطفى محمد خلال الموسم؟ اعتقد موسم جيد بالنسبه له على مستوى، طبعا الفريق ما كانش على مستوى جيد، لكن قدم عروض جيده جدا في الموسم اللي فات. طبعا لازم نتكلم عن مصطفى محمد. اولا كلاعب كوره، ايه المواصفات اللي فيه اللي بتخليه مناسب للدوري الانجليزي او الفرنساوي؟ مصطفى محمد كويس في الهواء، كويس براسه، لعيب محطه، ذكي في تحركاته، بيعرف ينزل السلم من تحت، فهو مناسب جدا للدوري الانجليزي، بالذات بيقولوا ان شيفيلد يونايتد من النوادي المهتمه بيه. صحيح. طيب مناسب جدا للنادي ده. فلازم نبص اولا على مصطفى محمد، ايه اللي ممكن يقدمه هنا وايه ممكن يقدمه هنا. انا رايي بتتكلم على قدرات مصطفى بالزبط. محمد يقدر يقدم ايه في الدوري الفرنسي او على مستوى البريمير ليج؟ انا شايفه مناسب جدا للدوري الانجليزي، لعيب قوي، ذكي، بيعرف يتحرك زي ما قلنا، محطه كويسه. فدي من الحاجات اللي تخليه مناسب جدا للدوري الانجليزي. في نفس الوقت نادي نانس من النوادي اللي بتطلع لعيبه كتير، الدوري الفرنساوي عامه من الدوري اللي بقى زي محطه للعيبه كتير، بتطلع منها للدوري الاكبر. فده شايف ده هتبقى صفقه كويسه جدا لمصطفى محمد، ونادي نانس كان ذكي جدا في معاملاته مع مصطفى محمد. طيب يعني انت طيب تفضل على المستوى اللي انت شايف مصطفى محمد على المستوى الفني، بتتكلم عنده القدرات ان هو يبقى موجود في البريمير ليج، وعلى مستوى الدوري الفرنسي تفضل السنه اللي جايه تكون فين، او انت تشوف الافضل لمصطفى محمد؟ هل ينتقل للشيفيلد يونايتد اللي هو طبعا جاي من الشامبيونشيب وصعد للبريمير ليج، او بعض الانديه يعني ينط نطتين ثلاثه كده على مستوى الدوري الفرنسي؟ مصطفى محمد طلع متاخر، بس هو مش لعيب صغير. برافو عليك، صح. وده الفكر اللي عندنا في مصر لازم نغيره. هو مش لعيب صغير، هو مش ناشئ، فلو مش هيروح دلوقتي هيروح امتى؟ دي الفكره. لا، انا شايف انه ياخد الخطوه يروح الدوري الانجليزي، هيبقى دوري مناسب لامكانياته كلاعب كوره، مناسب للكواليتيز اللي عنده زي ما بنقول. فلا، انا شايف انه يروح، شايف اليونايتد بالذات نادي كويس، ملوش طموحات كبيره، عايز يفضل في الدوري. فانا شايف ان تبقى فكره كويسه لو راح ويبتدي مسيرته في الدوري الانجليزي. طيب تمام، انت قلت كلمه حلوه قوي عجبتني، انه ما بقاش صغير. يعني انت بتتكلم مصطفى محمد اعتقد دلوقتي 26 سنه. 26 سنه متهيألي. ده هياخدنا من لف تاني، منتخب الاولمبي، وبتتكلم على ولادنا اللي في المنتخب الاولمبي عندهم 23 سنه. بالظبط. عمليه، عايز اتكلم معاك في عمليه الثقافه العامه اللي يمكن شايفينها في اوروبا، لازم تغير الشكل او مفهومنا عن اللاعب الناشئ او اللاعب اللي سنه صغير. بالظبط. لغايه دلوقتي عندنا ال 21 و22 و23 سنه ده لسه لعيب ناشئ، في حين بنشوف في الانديه الاوروبيه لعيبه كتيره جدا، جافي وبدري كلهم عندهم 18 19 سنه. هل دوت من ضمن مشاكل المنتخب الاولمبي؟ هل من ضمن مشاكل المنتخب الاولمبي ان ما عندناش عناصر اوريدي بتلعب في مستويات اعلى في الدوريات الاوروبيه بشكل كبير؟ وعايز اعرف رؤيتك لمباراه امبارح والتعادل مع منتخب النيجر. طيب احنا محتاجين نبص على الكره المصريه عامه. تمام. عندك كام لعيب فريق تحت 23 بيلعب بصفه اساسيه مع الفريق بتاعه؟ عندك كام لعيب محترف؟ دي الحاجات محتاجين نبص عليها. دلوقتي بنتكلم على اللعيبه الصغيره وفكره الناشئ. جود بيلينغهام لسه رايح ريال مدريد، عنده 19 سنه، بقى لنا كام سنه بنسمع عن جود بيلينغهام؟ زي ما حضرتك قلت جافي، بقى لنا كام سنه بنسمع عن جافي؟ بيدري، بقى لنا كام سنه بنسمع عن بيدري؟ فلازم اولا زي ما حضرتك بتقول نغير فكرنا عن الناشئ. ماتش بتاع امبارح عايز هناقشك، يعني عايزين نغير فكرنا عن الناشئ مين؟ يعني احنا مش عايزين نتكلم في حته باسيفيك قوي محدده قوي، هو مين اللي يغير فكرته عن الناشئ؟ هل المدير الفني؟ هل اداره الكره في الانديه؟
هل السوشيال ميديا والجماهير بشكل كبير انها لازم تغير ثقافتها ان الولد اللي عنده 18 سنه ده ما بقاش ولد صغير؟ مين بالظبط يعني نحدد مين الاول انه لازم يبص على اللاعب اللي عنده 18 19 سنه انه لعيب لازم يستفيد من امكانياته بشكل كبير؟ طيب هنا احنا هنتكلم عن مشكله موجوده في الكره المصريه هي مشكله المدربين. انا رايي اللي محتاج يبص البصه المختلفه دي هو المدرب. طيب المدرب اللي عندك ده سنه قد ايه؟ بيقعد كام سنه في النادي؟ عندنا التورن اوفر عالي في المدربين. أوكي. سن المدربين بيبقى كبير. فمدرب كبير ده مش هيعتمد على الناشئ. فعقبال ما يبتدي يطلع يلعب بطريقه كونسيستنت هيكون خلاص كبر عن اللاعب اللي ناشئ بره في بلاد اوروبيه. تمام. فالفكره في المدربين والكره المصريه عامه محتاجين نبتدي ندي فرص للمدربين الصغيرين عشان ندي فرص للعيبه الصغيرين. ما هي تسلسل. انا متفق معاك عامه. المدربين وخاصه في قطاع الناشئين اللي يمكن كبير شويه هو حاطط نفسه في قالب ان الولد بتاعه والولد ال 18 سنه ده انت يا ابني لسه صغير وما ينفعش تلعب فريق الاول علشان ما تتحرقش ما بين قوسين ديت اللي عندنا عشان اللعيب ما يتحرقش. يعني ما فيش الكلام ده مش موجود بره. يعني بالظبط احنا بره بنشوف اللعيبه بتاخد فرص اكتر. العكس ده اللعيب بياخد فرص ساعات وهو صغير ويجرب في كذا مركز. نبص حتى من التسعينات ستيفن جيرارد بتاع رايت باك. بص راح فين ترينت دلوقتي بيتكلموا عايزين نص ملعب. بيدوا اللعيب فرصه حتى لو مش في مركزه يبتدي يثبت نفسه يبقى عنده خبرات. لعيب الفريق تحت 23 بتاعنا كام لاعب بيلعب بصفه اساسيه؟ كام لاعب عندنا اساسي في النادي بتاعه او مدرب بيعتمد عليه؟ محتاجين نغير من الفكر ده. محتاجين ندي فرص مدربين صغيرين، ندي فرص للناشئين. محتاجين نغير الفكر في الكوره. محتاجين كمان ندي فرصه للمدربين اللي ما لعبوش كوره عشان يبتدوا من سن اصغر. خلينا انا هخش معاك في ملف المدربين اللي ما لعبوش كوره وازاي نستفيد. ويمكن اخيرا حتى اتحاد الكره بدا يهتم شويه باللايسنس وكان فيه اللايسنس ايه والناس اشتغلت عليها بشكل كويس. لكن ما زال قاعده المدربين المصريين المؤهلين اللي دارسين قاعده صغيره جدا بالنسبه لعدد اللاعبين او عدد الانديه. لكن خلينا مع المنتخب الاولمبي ونتيجه 0-0 مع النيجر. ويمكن انا في الانترو اتكلمت وقلت ان خريطه الكره الافريقيه على مستوى الناشئين والشباب والمنتخب الاولمبي اتغيرت بشكل كبير. يعني خلال العشر سنين اللي فاتوا لا في طفره كبيره جدا جدا طبعا. في النقطه اللي انت بتتكلم عليها ان لو احنا مسكنا منتخب مصر الاولمبي في كام واحد بيلعب مع فرقته اساسي؟ بالظبط حسام عبد المجيد اعتقد ان نادي الزمالك. يعني بتتكلم على مين تاني؟ انا مش فاكر حد يكون ابراهيم عادل في بيراميدز. لو اتكلمنا على اثنين ثلاثه بيلعبوا بياخدوا فرص مع فرقهم حتى في الدوري المصري عدد قليل جدا. عدد المحترفين الموجودين في اوروبا بالزبط. مش موجود بالزبط. وبالتالي الناس ما تبقاش سقف طموحها عالي قوي. لان زي ما بقول وانت كمان تضيف لي ان المنتخبات الافريقيه بقت مختلفه تماما عن 10 سنين فاتوا. يعني بقى الفكر مختلف، الفكر اتغير. دلوقتي عندك لعيب افريقي من ساعه وهو صغير بيتكلم كذا لغه، بيتعلم ازاي يستحمل ضغوطات مختلفه، بيطلع بره يحترف من ساعه وهو صغير. بقى خلاص بقى في انديه في افريقيا كل فكرها انها تبعت لعيبه بره وتستثمر فيهم. ده التارجت بتاعها. بالظبط ده الفكره بتاعتهم. عشان كده حتى نبص الكوره في افريقيا بقت اضعف حتى على مستوى النوادي. ليه؟ لان كل اللعيبه الكويسه جدا في افريقيا بتحترف خلاص، ما بقاش في لعيبه مستوى عالي في افريقيا بيلعبوا جوه البلد بتاعتهم. فده الفكر اللي محتاج يتغير. دلوقتي حضرتك بتقول كام لعيب محترف؟ المغرب عندها ثلاث لعيبه بس محليين. مالي نفس الكلام. كل منتخب محترف. بس استنى عشان الناس برضو الكلام ما يبقاش، خلي بالكم يا جماعه بنتكلم على منتخب تحت 23 الاولمبي تحت 23 سنه عنده ثلاثه بس محليين، ثلاث لعيبه. وتخيل لو السكواد كله 25 انت بتتكلم تقريبا في 22 لعيب محترف خارج يعني نطاق الدوري المغربي. رقم كبير جدا بالنسبه مقارنه بمنتخب مصر. طبعا منتخب مصر ما فيهوش ولا لعيب محترف تحت 23 سنه. فده محتاجين نفكر فيه. طيب مشكلة تانية محتاجين نفكر فيها هو احنا ازاي بنحضر الولاد من ساعة وهو صغير انه لو جات له فرصة الاحتراف؟ هل بنعلمه لغة؟ هل بنديله وعي تكتيكي؟ هل بنعلمه الثيريز المختلفة اللي بره؟ ايه النظريات الموجودة بره في التكتيك في الكورة؟ هل بنعلمه الحاجات دي الأساسيات أصلا عند لعيب الكورة؟ هل هي قوية ولا هل هي ضعيفة؟ طيب معانا يا منير دلوقتي ومع السادة المشاهدين دي أغلى قوائم للمنتخبات المشاركة دلوقتي في كأس أمم أفريقيا اللي موجوده في المغرب المؤهله لاولمبياد باريس 2024. المغرب القيمه التسويقيه لفرقتها 52 مليون يورو. خلي بالك من الرقم 52 مليون يورو. منتخب المالي اللي في مجموعتنا تقريبا 5.5 مليون يورو. غينيا 5 مليون يورو. مصر بتتكلم في 4
تقريبا 4.5 مليون يورو، غانا 4.1، لكن عايزين نبص ما بين، خلينا نتكلم ما بيننا وما بين المغرب، نتكلم مصر القيمة التسويقية أو قوائم اللعيبة الموجودة في مصر 4 مليون وفي المغرب 52 مليون. ده اللي بنتكلم عليه منير، إن في بعض الدول مش عيب إننا احنا نقول سبقتنا طبعا في هذا الملف، وهذا الملف هينعكس إيجابيا على المنتخب الأول. لما أنت بتتكلم على منتخب المغرب تحت 23 سنة تقريبا في أكتر من 20 لعيب محترف خارج الدوري المغربي، فأنت بتتكلم على مستقبل كبير جدا طبعا. فإحنا فين من هذه المنظومة طبعا؟ حضرتك لسه نقطة مهمة، إن الخريطة بتتغير، حتى مالي بقت أغلى منك وعندها لعيبة أحسن منك محترفة بره. مالي اللي من كام سنة كانت، لا مصر طبعا كعبها عالي على مالي وبلد أكبر منتخب أكبر، دلوقتي لا بقت تحت 23 في مالي أغلى من تحت 23 سنة في مصر، فدي مشاكل محتاجين نفكر فيها. طيب ازاي نحل الجزء دوت؟ هل انت قلت على مستوى المدربين لازم يكون عندنا قاعدة مدربين اوسع شوية، صغيرين طبعا في السن؟ احنا دلوقتي حتى انا بعيد كلامك جدا، حتى على مستوى مستوى مثلا البوندسليغا خلاص بنشوف مدربين ماسكين فرق كبيره جدا جدا. ناجلزمان 22 سنه كان ماسك هوفنهايم وعمل معاه 34 سنه كان مع بايرن ميونخ، مدرب صغير جدا وما لعبش كوره، ما لعبش كوره. طيب رايك ايه في المباراه نفسها فنيا؟ هل شايف ان المباراه كانت زي ما الناس بتتكلم بشكل كبير جدا كانت مباراه؟ انا شايف من وجهه نظري مباراه جيده للمنتخب الاولمبي المصري كبدايه، ولكن النتيجه ما كانتش كويسه. تحلل الاداء ازاي بالنسبه لمنتخب مصر في مباراه النيجر؟ بعد الماتش طلع المدرب بتاع المنتخب قال ان احنا ضيعنا كور كتير. لما نيجي نبص على الكور المضيعه، لازم في مصر نغير التفكير برده في حته ايه الفرق بين بضاع كور كتير وجوده الكور اللي بنضيعها. كم كره كانت عرضيه؟ طيب الكره العرضيه دي ايه نسبه ان هي تخش جون؟ لان نبص على فكره بره دلوقتي، يبصوا على جوده الهجمه مش عدد الهجمات. دلوقتي لسه في مصر بنبص على كام شوط شاطت على الجون. طب ايه الجوده بتاعت كام شوط شاطت على الجون؟ ايه نسبه دخولها الجون؟ كام عرضيه اتعملت؟ دي الافكار محتاجين نبص عليها. احنا ما ينفعش نفضل على طول في فكر اللي هو احنا رحنا الجون كام مره ووصلنا كام مره. لازم نشوف الجوده بتاعت الهجمات، الافكار المختلفه، كل الكره العرضيه دي فين الافكار المختلفه، فين الباترنز بتاعتك. طيب كمدرب خلينا نمسك المباراه من حيث عدد الفرص. مثلا جالنا فرص الناس بتقول عليها فرصه كبيره للتهديف، ممكن انت يكون عندك وجهه نظر مختلفه شويه. عمليه الهجمه يعني عندنا 14 فرصه منها 8 على المرمى. انا هقول لك الارقام وانت تبدا تقول لي منظورك انت لهذا الرقم. ناس قال لك احنا ضيعنا جوان كتير او خلقنا فرص كتير او عندنا 4-5 كور جت في العارضه وفي القائم ما كناش محظوظين. انا بتفق ان هو كان في نوع من انواع غياب التوفيق شويه، لكن انت رؤيتك للهجمه الواعده او حتى الرقم اللي بيتقال دلوقتي من خلال التحليلات الاكس جي بالزبط، الهجمات او الهجمه يعني اكسبكتنج جول، يعني بالزبط الهجمه تتوقع منها هدف بالزبط. ايه الفرق من اللي انا بقوله واللي انت شفته من خلال اداء المنتخب؟ طيب احنا محتاجين برضو زي ما قلنا لحضرتك، محتاجين نبص على ازاي بنبني الهجمه، ازاي بنطلع من تحت، ايه الافكار اللي عندنا قدام. الفرق اللي بتعمل عرضيات كتير هي فرق فقيره في الافكار، ما عندهاش افكار كتير، هو مش لاقي الحل للعيب فبيعرض. نرجع برضو لو ممكن اروح مع حضرتك لحته ثانيه، حته العرضيات زي ما قلنا نسبه تهديفها مش عاليه. امبارح طلع خبر ان دلوقتي في الناشئين الجون اللي بالعرض اللي جه بالراس هيتحسب باثنين. طيب انا اول ما قريتها بصراحه منير قعدت اضحك الحقيقه، يعني ما دي فكره هتعمل ايه؟ محتاجين نبتدي نبص على الارقام دي، كام جون يخش بالراس. طب ليه تعمل فكره زي دي بره مصر؟ بره مصر الافكار دي مش موجوده. بره مصر الناشئ تحت 16 سنه مش مسموح ليه اصلا انه يلعب كره براسه، عشان في اسباب صحيه وتاني اسباب فنيه. فانت لسه دلوقتي بتدي اللعيب المصري الحل السهل، عرض حطها في البوكس ربنا يستر، مش ده الفكر. هيجي نبتدي نفكر على الباترنز بتاعتنا، ازاي بنبني الهجمه، ازاي بننزل نقابل بعض، السبورت اللي بنعمله، الافكار مختلفه هيجي نبص عليها. طيب عشان نزود نسبه فرصه ان الكره تخش جون. حلو، يعني من كلامك ده يا منير ان احنا يعني احنا وصلنا للمرمى بشكل كبير، ولكن من وجهه نظرك ما كانتش، كانت الامور عباره عن هجمة من كرات عرضية وبالتالي اتعرض ربنا يستر. يعني هو مفيش استراتيجي للهجمة نفسها. وكان حظنا وحش، انا مع حضرتك كان حظنا وحش اكيد، كان في عدم توفيق. بس محتاجين نبص على الموضوع، سيبك من الماتش ده، محتاجين نبص على الموضوع على المدى الطويل. حظك وحش النهارده، المره الجايه هيبقى تلعب منتخب
بيعامل عرضيات احسن، هتوصل كام مره. يعني انت شايف ان كل هجماتنا كل خطورتنا كانت من كرات عرضيه، كانت من كرات عرضيه معظمها. فنبتدي نبص، طيب المره الجايه لما تقابل فريق بيتعامل مع ده احسن هتعمل ايه؟ هتعرف افكارك يعني. فين افكارك دي الفكره بس. فمحتاجين نبص على المشاكل دي، ومحتاجين نبتدي نفكر في افكار مختلفه، طرق مختلفه لبناية الهجمه زي ما قلنا، طرق مختلفه ازاي لما توصل تلت الاخراني بتعمل ايه؟ لان ندي اللعيب مصري حلول مختلفه من ساعه هو ناشئ، نعود على الحلول المختلفه، مش بس حل عرض وحل تخلص من الكوره، في كل المستويات في كل المراكز محتاجين ندي اللعيبه حلول مختلفه. ده انت مش فيه. شايف ده ممكن يكون حتى من ثقافه اللعيب نفسه او من ادائه او من الليفل في الدوري المصري. قدامنا طبعا دي نتائج الجوله الاولى، فوز المغرب على غينيا 2-1 وفوز غانا على الكونغو 3-2، ده في المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه طبعا تعادل مصر مع النيجر 0-0 وفوز مالي 3-1 على الجابون. بنفكر الساده المشاهدين ان الاول والثاني من كل مجموعه، يعني في اربع فرق هتوصل للدور قبل النهائي، هيلعبوا بنظام الاكس، يعني كله يعني ليه تحديد البطل وتحديد المركز الثاني والثالث. اللي هيصل للاولمبياد ان شاء الله هو الثلاث مراكز الاولى، المركز الرابع عنده ملحق مع رابع احد المنتخبات في اسيا ليكون موجود في الاولمبياد. عايز برضو اكلمك على نقطه مهمه جدا واحنا بنتكلم ولازم نحلل عشان كمان ما نظلمش الولاد بتوع المنتخب الاولمبي، ان زي ما انت قلت نقطه مهمه جدا، اللعيبه ما بتشاركش مع انديتها بشكل مباشر. الدوري المصري كمان حتى على المستوى الاول لم يفرز لعيبه دوليه على مستوى تقدر تنافس بيه على مدى طويل. يعني احنا ممكن نلعب حلو قوي ماتش امام بلجيكا ونكسبها، لكن على الاستمراريه زي ما حصل مثلا منتخب المغرب في كاس العالم، احنا الحقيقه يعني لسه ما وصلناش لهذه المقدره ان احنا ممكن ننافس على يعني مراكز متقدمه في كاس العالم. شايف ده يتحل ازاي؟ هل الدوري المصري محتاج ايه علشان نفرز لعيب دولي؟ محتاجين نبتدي من تحت من الاول خالص، من الناشئين زي ما قلنا، محتاجين نعلم مدربين احسن. يعني مش بس ان ندي رخص للناس اللي ما لعبتش كوره، طب نحسن الرخص نفسها، نعلم اللعيبه المدربين احسن من كده. لازم المدربين تطلع لعيبه احسن من بيطلعوها. مستوى الناشئ ما بقاش زي زمان، محتاجين نزود في العلم بتاعنا. فدي الفكره، محتاجين الناشئ يطلع من الاول صح. احنا لسه لعيبه بيلعبوا في انديه كبيره في مصر ما عرفش يستلم ويباصي، ما عرفش اساسيات هتكون. ما هو ده جاي من يعني بالظبط يعني من الناشئين، من قطاع الناشئين، وجاي من برضو المدربين اللي يعني مع احترامي كل الناس، عمليه التدريب ما بقتش عمليه ان هو واحد لعب في الدوري عدد كبير من المباريات فعنده خبرات، العمليه مختلفه تماما. وهخش من ديت على السؤال اللي انت كنت قلته، ان هل في وقت من الاوقات لازم نفتح، وده رساله للاتحاد المصري لكره القدم. على فكره الاتحاد الالماني بيعمل كده، لما بيجي يقول يلا يا جماعه هنفتح باب مين اللي عايز يكون مدرب كره قدم، بيفتح الباب للناس كلها. يعني بيكون في معايير معينه وبيبقى في اولويات معينه. لا والله انت لعيب لعبت في احد الانديه، عدد مبارياتك كام بتاخد مكان، انت لعيب دولي بتاخد مكان تاني، انت لعيب عد عدد المباريات الدوليه عدد معين بتاخد مكان تاني. لكن الامور مفتوحه كلها لاي حد شايف في نفسه انه عنده قدره انه يكون في يوم من الايام مدرب كره قدم. مورينيو ما لعبش كره قدم او ما لعبش منافسه على مستوى عالي، ومن احد المدربين العظام في عالم كرة القدم. وبالتالي الملف ده منير انت كمان طرحته، فكرتك لده ايه؟ ازاي ان احنا نشتغل ونوسع قاعدة المدربين الصغيرين اللي هياخدوا فرص سواء في قطاع الناشئين او على مستوى حتى دوري المحترفين او الدوري الدرجة الثانية. زي ما حضرتك قلت، مش بس الاتحاد الالماني، الاتحاد الاسكتلندي، الانجليزي، كلهم فاتحين دلوقتي الباب للناس ما لعبوش كورة. مورينيو فتح باب لكل المدربين، خلاص تفهم كورة، عندك حب معين للكوره، عايز تشتغل على نفسك ممكن تبقى مدرب، وتبقى مدرب مستوى عالي كمان. محتاجين زي ما حضرتك قلت نفتح الباب للناس ما لعبوش كوره اولا، ثانيا محتاجين نستخدم الخبراء الاجانب. دلوقتي لسه عندنا فكر في مصر، انت عايز تبقى مدرب؟ نفسي وانا بشتغل على الموضوع ده. ولما حاولت اجيب رخص من مصر طبعا اترفضت، اضطريت اطلع بره واجيب رخصه من اسكتلندا عشان اعرف بس امشي حالي هنا في مصر. يعني انت كمان كان عندك تجربه انك حاولت هنا انك تاخد رخصه ما كانش المعايير متطابقة عليه يعني، لكن انت عندك فيجن وعندك يعني عندك البيشن انك ممكن تكون مدرب. نفسي يعني نفسي انا دلوقتي بشتغل على الرخصه سي بتاعتي وجايبها من الاتحاد الاسكتلندي، والناس دي
ونادي محتاجين كابتن كان نستخدم خبراتهم. احنا لسه عندنا في مصر الفكر بتاع نجيب المدرب يدرب في نادي كبير عشان اجنبي، لا جيبه يعلمك، جيبه يعلم المدرب المصري صحيح يحسن من مستواه، مش بس هنقدر على طول نجيب المدربين الاجانب يجي يدرب هنا وهنا وياخد شويه فلوس ويمشي، مش ده الفكر. عايزين نطور الفكر ده، عايزين نشوف مدربين مصريين ماسكين اكبر فرق في مصر، ازاي نعمل ده؟ لازم نجيب مدربين دول يطوروا، مدربين اللي جم زي مانويل جوزيه زي مدربين زي دول لازم يجي يدي الخبرات بتاعته للمدربين المصريين. انا كمدرب مصري دلوقتي لو كنت سمعت ان واحد من المدربين فيريرا اللي كان بيدرب مورينيو او مانويل جوزيه جاي يدي هنا كورس او هيشتغل في الرخصه هنا وهيعلم الناس هروح جري. فدي الفكره، محتاجين نستعيد الخبرات دي نبتدي نطور مدربين مصريين. حتى بتتكلم على المدربين اصحاب التاريخ، مدربين على مستوى عالي جدا. النهارده عندنا مارسيل كولر على سبيل المثال، مدرب طبعاً كبير جدا. ازاي نستفيد؟ النادي الاهلي بيستفيد منه، ولكن كيف تستفيد منه الكره المصريه؟ انك ممكن جدا يبقى متعاون مع الراجل في وقت فراغه، مع انه وقت فراغه قليل قوي أكيد. بيكون عنده بعض المحاضرات بعض الافكار بالزبط اللي بيطرحها على الناس. احنا عندنا كوبر مدرب كبير في منتخب مصر صحيح، روي فيتوريا دلوقتي مدرب كبير. احنا عندنا مدربين كبار مسكوا منتخب مصر، جيبهم يطوروا المدربين المصريين، مش تجيب مشاهد مساعدين يمسكوا معاه، لا يطوروا، يدوا كورسات، يعلموا الناس. انا دلوقتي عايز يبقى ليا فرصه اني امسك فريق كبير في مصر، امسك منتخب، امسك حاجه زي دي، ليه لا؟ جيب دول يطورونا، يشتغلوا معانا، يحسنونا، يوصلوا لمستوى، ما اضطرش انا اروح بره عشان اخد العلم ده، وانا ممكن اخده هنا في مصر. صحيح ده اللي قصدي عليه. وكمان عايز اتكلم معاك في ملف المصريين مزدوجي الجنسيه، يمكن اللي احنا يمكن من شهور كبيره جدا جدا فتحنا مع حضراتكم هذا الملف هنا في المحترف، وقلنا انه ملف مهم جدا يا جماعه، الناس كلها شغاله عليه، نتمنى ان يكون في متابعه، وما زلنا وهنفضل وراء هذا الملف لانه سكه بتودينا. انا بتكلم مع منير وكل ضيوف اللي هنا قال علشان نوصل ان يكون عندنا عدد كبير من اللعيبه المحترفه في اوروبا فرز الدوري المصري، عندنا وقت طويل جدا جدا وهيبقى صعب جدا، فليه ما نستغلش دوت ان احنا عندنا مصريين عندهم ازدواجيه في الجنسيه زي ستيفان شعراوي يمكن في 2012، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم رحت وحاولت اتكلم معاه لكن هو كان خلاص قرر انه يلعب مع منتخب ايطاليا. احنا هنا في المحترف بنقدم نماذج كتيره جدا جدا، نتمنى ان المنتخب او القائمين في اتحاد الكوره على هذا الملف يكون فيه اهتمام. النهارده هنقدم لكم نموذج اخر ومصري في المانيا. لاعب جديد مصري في المانيا بنقدمه لاتحاد الكوره، وان شاء الله يكون في اهتمام بهذا الملف. وهاخد من الفيديو جراف دوت على رؤيتك انت كمان لهذا الملف. انديه كثيره ومنتخبات كثيره جدا جدا اهتمت بهذا الملف، ودلوقتي عندها نجاحات كبيره جدا جدا. شايف نتعامل مع الملف ده ازاي يا منير؟ محتاجين نتعلم من النماذج الفاشله. بمعنى مثلا دلوقتي ايرلندا عانوا كتير لجريليش وداكلين رايس، لعبوا معاهم فتره وبعدين راحوا منتخب انجلترا. انجلترا خسروا موسيالا لعيب كبير، خسروا زاها لعيب كبير كان ممكن يساعد موسيالا مع بيلينجهام، كان ليه مستقبل كبير جدا انجلترا. دلوقتي موسيالا مع منتخب المانيا، محتاجين نتعلم من النماذج دي. يعني انت بتتكلم كمان على مستوى اوروبا، المنتخبات او البلاد اللي اتاخرت في ده خسرت كتير. وجبت امثله، يعني بتتكلم على ايرلندا، بتتكلم طبعاً كمان على مستوى انجلترا نفسه. موسيالا كان بيلعب في انجلترا طبعاً، وكان عنده فرصه انه يلعب للمنتخب الانجليزي طبعا، وبالذات اللعيبه. تعال بص على ايرلندا بالذات كمثل، بالذات البلاد اللي ما تنتجش لعيبه كتير بالجوده دي بالزبط، او لعيبه كتير محترفه، محتاجين ايرلندا خسروا جريليش وخسروا رايس، مش عايزين نخسر لعيبه زي اللي حضرتك لسه بتتكلم عنهم دلوقتي دول لمنتخبات تانية، وهو ممكن يجي يلعب عندنا ويلعب اساسي كمان، ولا زي ده ممكن في المانيا يبقى عنده منافسه اكبر. لو جه هنا مصر هيلعب اساسي وهيبقى عنده مكانه اكبر. حين نركز في موضوع ده، اللعيبه المزدوجه دي من الاسلحه المهمه لاي منتخب. صحيح، وانا طبعا تاني بقول وهعيد وهفضل، يا ريت الاتحاد المصري لكره القدم يعمل السكاوتنج تيم او فريق البحث عن هذه المواهب ويتواصلوا معاهم، ويكون عندنا عدد كبير. ما ينفعش يا جماعه يكون عدد، يعني الواحد برضو بيكون متضايق وهو بيتكلم كده، يعني لازم احنا من 2012 بنتكلم على لازم نطلع اولادنا بره، ولازم ولازم ولازم. الكابتن جوهري من سنة 90 بيتكلم، فاحنا دايما بنلف حوالين محور واحد ونقطة واحدة، طلعوا الولاد يحترفوا بره.
احنا ما ينفعش ان منتخب مصر الاولمبي ما فيهوش ولا لاعب محترف ومنتخب المغرب ما فيهوش غير ثلاثة محليين، يعني شوف الفرق، بتتكلم على عدد كبير جدا. منتخب مالي تحت 23 سنة عنده أكتر من 11 أو 13 لعيب محترف في أوروبا، ما بقولكش إنه بيلعب في تشيلسي ولا بيلعب في المان يونايتد، لكن بيلعب في ليفل على الأقل أعلى من الليفل اللي بيلعب فيه في بلده بشكل كبير جدا، وبالتالي هيبقى عنده فرصة كبيرة جدا للتطوير، وعنده فرصة كبيرة جدا إنه يوصل لمستويات أعلى في وقت أقصر. ما حدش يتخض يا جماعة إن منتخب المغرب لعب نصف نهائي كأس العالم، وما تتخضش خلال السنين اللي جاية هتلاقي منتخب زي السنغال بينافس في كأس العالم، أو منتخب المغرب هيستمر على هذا الكيرف العالي لمدة سنوات طويلة. تتكلم على منتخبات كبيرة، اتفرج على منتخب نيجيريا واتفرجوا على منتخبات يمكن زمان ما بين قوسين بنقول إيه المنتخبات دي، اتفرج على يعني منتخب حتى منتخب غينيا اللي يعني خسر بصعوبة أمام المغرب. إحنا للأسف واقفين عند نقطة واحدة وماسكين في نقطة واحدة ومش عايزين نتحرك لقدام، حتى لما بنعرض حاجة وبنقدم حاجة عشان بنحب بلدنا وبنحب الكورة ونحب مصر إنها تكون متقدمة مفيش تحرك. إحنا لغاية دلوقتي يا جماعة أعتقد مقدمين أكتر من 50 لاعب بيلعبوا بره في أوروبا، مش يعني بقالنا أكتر من سنة في هذا الملف. نيجي نتكلم مع حد في اتحاد الكرة وإذا حصل، لا احنا ماسكين الملف وعارفين احنا بنعمل ايه. طيب يعني عارف بتعمل ايه، يعني ماشي في الخطوة، ما نلاقيش الكلام دوت، يجي واحد بيلعب في اوروبا يتمرن تمرينتين مع المنتخب الاولمبي او يلعب له ماتش ودي، لا معلش فرصة تانية. واحد في لا بيلعب في مونشن جلادباخ يجي منتخب الشباب، لا اصل عندنا احسن منه. يعني للأسف يا جماعة بنتعامل حتى مع الولاد دول بشكل خاطئ. انت ليه حتى لو مش محتاجه حتى دلوقتي لا لازم تتابعه ولازم تجيبه ولازم يكون موجود وتعمل له خطه، والناس دي لازم تطلع من اتحاد الكوره تتعامل مع النجوم ديت. يا عم لو اتكلمنا على 50 واحد هات لنا 5 منهم، هات لنا 10 منهم يكونوا كويسين ويساعدوا المنتخبات ديت ويساعد منتخب مصر، يكون عندنا لما يجي كده المدير الفني للمنتخب الاول يستدعي اللعيبه، يا جماعه احنا عندنا 25 لاعب محترف هنختار منهم، عندنا 30 لعيب محترف هنختار منهم. الكلام ده بيحصل في دول اقل مننا كتير، يعني على مش اقل مننا، خلاص ما بقوش اقل مننا بقى اكتر، يعني بقى احسن مننا. فالكلام دوت برضو الواحد بيضايق الواحد، والناس للاسف ما بتسمعش. عندنا خامات وعندنا لعيبه، وان شاء الله باذن الله الكلام يوصل، ولما وصلش هنحاول بقدر الامكان الملف ده مش هنسيبه. طيب هنخش معاك يا منير في الصفقات الصيفيه، يعني عايزين نستعرض سريعا الصفقات ورايك ايه، وهاخد رايك في موضوع دلوقتي السوق السعودي في وطبعا دخوله أوروبا بشكل كبير جدا. نستعرض الصفقات ديت سريعا. معلش احنا سبقنا خطوه شويه، لان كمان زي ما بقول لحضراتكم لو الانديه بتستعد على مستوى الصفقات وعلى مستوى الانتقالات، كمان الاستعداد على مستوى الجماهير. حضراتكم شايفين الدوري الانجليزي والفرق الدوري الانجليزيه في بيع التذاكر الموسميه، مبلغ كبير جدا جدا بيخش خزينه النادي من هذه الواردات. ومنير يعني هاخدك في الجزئيه ديت، عمليه حتى الماركتنج وعمليه التحضير للموسم اللي جاي. الجدول اتعرف، الدوري الانجليزي الجدول معروف، شكل الكره اللي لعبوا بيها معروف، عارفين دلوقتي خلاص الانديه بتستعد ليه وطرحت التذاكر الموسميه للجماهير عشان تبدا تشترك فيها. فاستعدادات من بدري واستعدادات على مستوى الدوري الانجليزي. يعني خلينا طب نروح الاول لابرز الصفقات في الدوري الانجليزي، وعايز تعليق منك سريع. يعني نكونو من لايبزيج لتشيلسي 65 مليون،
ديان ده طبعا من يوفنتوس لتوتنهام 30 مليون، أليكسيس من برايتون لليفربول، وهنقف انا وانت عند برايتون لان عامل شكل اكتر من رائع، بيدرو من سبورتنج لشبونه لتوتنهام، بوباكر تراوري من ميتس الفرنسي لوفرهامبتون الانجليزي. شايف الصفقات عامه الموسم ده مشتعل بشكل كبير، وشايفه ازاي يا منير؟ شايف الانديه بتشتغل على الملف ده ازاي؟ انا عايز ابتدي الاول عند انكوكو. اتفضل. تمام. انكوكو لعيب راح تشيلسي، طب هو بيحل اني مشكله، مشكله النمره 9 عند تشيلسي، دي مشكله بقى لها سنين، حتى على طول لك في لعنه النمره 9 في تشيلسي. مظبوط. طب هل انكوكو نبص عليه، هل انكوكو لعيب نمره 9؟ لا. مين كان نمره 9 اللي قبل انكوكو؟ هافرتس خلاص بيمضي في ارسنال، هيلعب فين؟ هيلعب 8 على الشمال. فواضح في مشكله كبيره جدا في تشيلسي في ان هم يايدنتيفاي التارجت الصح. طب ازاي فريق كبير زي تشيلسي يكون عنده هذه المشكله يعني؟ يعني ازاي فريق بحجم تشيلسي، وبرضه انت تكلمني على تشيلسي الموسم اللي فات الارقام اكتر من 630 مليون اتصرفوا على الصفقات، احتل تقريبا المركز ال11 او ال12، ايه المشكله في تشيلسي؟ بص حضرتك، هي مش فكره فلوس، هي فكره مين اللي بيدفع فلوس، مين اللي بيختار اللعيبه، ايه الخبرات اللي موجوده في تشيلسي دلوقتي، مين الفوتبول برين اللي بيختار، مين الناس اللي عندها الخبرات في الكوره اللي بتختار اللعيبه. في اكتر من 30 لعيب في تشيلسي، مين واحد بيفهم في الكوره يبقى عارف يختار قرار زي ده، انه عنده اكتر من 30 لعيب في فريق واحد. بص على المهاجمين اللي اختاروهم، بص على اللعيبه اللي اختاروهم، هل دي لعيب مستوى تشيلسي؟ تاني بص على كوكو، هل ده لعيب نمره 9 اللي هيجي يحل مشكلتك؟ انت عندك مشكله كبيره جدا في تشيلسي في التهديف، بقالهم سنين عندهم المشكله دي. طيب انت هتجيب راس حربه، كان عندك كاي هافرتس لعبته راس حربه، هو مش راس حربه، كان عندك فيرنر جربته راس حربه، هو مش راس حربه صريح، هو كان برضه بيلعب تحت راس الحربه، جايب دلوقتي انكوكو هو مش راس حربه صريح. طب انت هتحل المشكله ديت من ايام لوكاكو حتى، انت بتتكلم على لوكاكو وبعدين لعب وبعدين راح الانتر وبعدين رجع من الانتر وبعدين مشي يعني هل مشكله سبورت دايركتور، هل مشكله العين، مشكله هيكل بحاله حضرتك دلوقتي. احنا عندنا توت بولي ماسك، هو اللي بيشتري، ايه خبراته؟ هو امريكاني ما عرفش حاجه عن الكوره. ايوه في فرق ان هو بيشتري وفي فرق ان بيكون في واحد ما عندهمش بقى خبرات، دي الفكره. كان في ستراكشر قبليها في تشيلسي، كان ابراموفيتش كان هو الفلوس وحط ستراكشر، كان عنده مارينا وكان عنده تشيك وكان عنده ناس بتوع كوره جايين يختاروا اللعيبه. بالظبط. دلوقتي مين اللي بياخد قرارات دي في تشيلسي؟ ده السؤال اللي احنا نساله. مشينا هافرتس، مين اللي مشى هافرتس؟ مشاه ليه؟ ايه القرار اللي اتاخد؟ بوتشيتينو دلوقتي داخل على هيكل جديد. طيب بوتشيتينو كان شغال في توتنهام مع دانيال ليفي، دانيال ليفي معروف ان هو في الصفقات ليه اختيارات معينه جدا. السبورت دايركتور بتاع توتنهام. بالظبط. وهو كان ماسك توتنهام، فالفكره هل هو هيعرف يادابت لتشيلسي ببروفايل مختلف كنادي، بروفايل مختلف كترانسفيرز، هو محتاج ياخد قرارات. طيب ساعه ما تعاقدوا معاه مع بوتشينو، ما هو ما المفروض في الاجتماع اللي حصل المفروض يقول والله انا جاي عندي سيستم، عندي اختيار مدرب لاعبين بشكل معين. هل تجنب الراي الفني للمدير الفني؟ واعتقد ده مش يعني هيبقى صعب جدا ان هيجيبوا لعيب بدون راي المدير الفني، وبالتالي حتى الاختيارات اللي انت بتقولها اكيد دي باراده المدير الفني. انكوكو متهيالي ده كان من فتره، يعني انكوكو احنا سمعنا من فتره ان هو هيروح خلاص. أوكي. ان الموضوع خلصان. احنا بنتكلم دلوقتي لان نبص على تاريخ تشيلسي مع توت بولي، توخل مشي بسبب مشاكل زي دي، توخل طلب لعيبه معينه ما جاتش، في معينه لعيبه معينه جت هو ما كانش طالبهم، فواضح ان الراجل ده بيتدخل في شغل المدربين. ففي مشكله دلوقتي في تشيلسي في مين اللي بيشتري اللعيبه، مين بياخد قرارات الكوره، مين الفوتبول برين اللي موجود، هل بوتشيتينو هيعرف يشتغل مع حد زي توت بولي؟ ده اللي هنشوفه. طب انت شايف ان حتى رحيل توخيل كانت نقطه انهيار في طبعا تشيلسي؟ طبعا لانه توخيل مدرب كبير، توخيل مشي بسبب التدخل في شغله زي ده، يقال كان في مشاكل مع الدريسنج روم ومع اللعيبه، دي حاجه ما نقدرش ناكدها او ننفيها، ما اعرفش. بس توخيل مدرب كبير، توخيل مثلا توخيل اللي ابتدى فكره ان هافرتس يلعب راس حربه، بس كان بيلعبه ازاي؟ في 3 4 3. مظبوط. بينزل من الخطوط، بيستلم، عنده الوينجين بيخش لجوه يقدر يوزع، افكار مختلفه. اللعب بتوين ذا لاينز ده مختلف، دلوقتي احنا عندنا راح بعديها جرام بوتر. طيب لما نبص على المدربين اللي بيجوا، جرام بوتر جه بعد توماس توخيل وجه بعديه بوتشيتينو. ايه الحاجه المواصفات اللي بين الثلاث مدربين دول زي بعض؟ ولا حاجه. فلما نبتدي نبص على اي اساس اختاروه بوتر، على اي اساس بوتشيتينو جاي؟ بوتشيتينو مدرب كبير، انا بحب مدرب كبير طبعا، مدرب كبير، انا مش بعترض على بوتشيتينو، انا بعترض على مين اللي بياخد القرارات دي في تشيلسي دلوقتي، مين اللي اخذ القرار ده، مين اللي اخذ قرار مشي توخيل؟ توخيل مدرب كان لسه كسبان تشامبيونز ليج، وصل 2 نهائي كاس السنه اللي قبليها،
مع فريق انت تقريبا شايف كده يعني تشيلسي بالنسبه للاستعدادات وعلى مستوى الصفقات مش هي اللي ممكن نقول ان تشيلسي قادم بقوه وهيرجع بشكل كبير جدا يعني. طول ما تشيلسي ما فيهوش هيكل، ما فيهوش ستراكشر صح بيختار اللعيبه، ما فيش سكاوتنج صح بيختار اللعيبه، هيبقى عنده مشاكل. لو انكوكو جاي يحل مشكله 2-9 دي هتبقى مشكله. وممكن نبص على برايتون كمثل، برايتون مش نادي صارف كتير، بس بص على الريكروتمنت بتاعه، بص على السكاوتنج بتاعه، مين ياخد القرارات عندهم. فانت بتتكلم على تشيلسي عنده مشاكل في كيفيه الاداره، وان يعني اللي بيدير او السبورت دايركتور او اللي بيختار اللعيبه لغايه دلوقتي فيها مشاكل، والمشاكل ديت ممكن تاثر على تشيلسي. طب عايزين نشوف على مستوى الانتقالات الصيفيه بالنسبه للدوري الاسباني برضو نبص عليها ونشوف بعض الاسماء الوافده الجديده وانتقالها الى الدوري الاسباني. جاهزين يا شباب؟ طبعا بلينجهام طبعا هو يمكن انتقاله من بروسيا دورتموند لريال مدريد طبعا بمبلغ 103، ده طبعا اكبر رقم لغايه دلوقتي موجود. جوندوجان طبعا بعد انتقاله لبرشلونه ده كان مجانا، جريسمان من برشلونه لاتلتيكو مدريد، وطبعا لوك بادي ده من رين الفرنسي لاشبيليا، وخوسيليو ده اسبانيا من اسبانيول لريال مدريد. شايف ده ازاي من وجهه نظرك، بلينجهام وانتقاله الى ريال مدريد وجوندوجان وانتقاله الى برشلونه؟ دي اهم صفقه، جوندوجان من سيتي برشلونه دي اهم صفقه، اهم صفقه. انا رايي ان دي هتغير برشلونه كتير، هيديهم عامل خبره في نص الملعب، عندهم لعيبه كويسه كتير طبعا برشلونه، وعملوا الموسم اللي فات مش وحش، طبعا شابتر ديك بدري بس كسبوا الدوري وكان الموسم مش وحش، ودفاعيا كانوا كويسين جدا، دي كانت مفاجاه ان جافي معروف مدرب هجومي، مفاجاه ان هم دفاعيا كانوا كويسين جدا، دخل فيهم 15 16 جون كان رقم كده. فجوندوجان هيبقى لعيب مهم جدا، هيديهم خبره، هيعوض طبعا بوسكيتس طبعا اللي راح هيعوض بوسكيتس، هو مش نفس بروفايل اللعيب طبعا، بس هو الفكره في ازاي بيلعبوا بوكس ميدفيلد بتاعهم، بيلعبوا باسلوب مختلف، هنشوف ازاي جوندوجان هيادابت لده. ولكن انا شايف ان هو موجود عشان يتحكم في التيمبو بتاع برشلونه، يديهم خبره في نص الملعب، هيبقى لعيب مهم. بيلينغهام لعيب هايل كويس جدا، بيفكرني موسيالا شويه، عندهم حاجات شبه بعض، كويس واحد على واحد، لعيب سريع كويس في نص الملعب، صغير في السن، عنده فكره، هيتطور كتير، بس محتاجين نربط حاجات ببعض. مودريتش جدد عقد، طيب بلينجهام هيلعب فين وامتى؟ تشاوميني راح السنه اللي فاتت لعب كام ماتش؟ مش كتير. كامافينجا لعب باك ليفت طول الموسم. طب ما انا عايزك تقول لي تقريبا اللي انت شايفه وسط ملعب ريال مدريد بعد انتقال بلينجهام، عندك تشاوميني، عندك كامافينجا، في توني كروس لسه موجود؟ لا توني كروس متهيألي لسه موجود، بس بيقال انه هيعتزل، ولكن هيعتزل. وجود مودريتش دلوقتي بتتكلم على 4-5، بلينجهام اكيد هيكون ليه ادوار مختلفه بشكل كبير. ما دي الفكره، لان نشوف هيطوروا اللعيب ده هيلعب في اي مركز. كافينجا لعب السنه اللي فاتت كلها باك ليفت، هل هيكمل باك ليفت؟ ما اظنش، متهيألي في الاخر هيرجع تاني في نص الملعب. في وقت من الاوقات هيبقى نص الملعب في رايي بتاع ريال مدريد تشاوميني، كامافينجا، بلينجهام. بس احنا جبنا بلينجهام 103 مليون ودفعنا فيه كل ده، ومودريتش برضه هيلعب، لان مودريتش هو لعيب عنده خبرات كبيره، لعيب لسه بيتحكم في نص الملعب، انا في رايي هو اهم لعيب في ريال مدريد، هو بيتحكم في تمبو. سنه 38 سنه، لعيب، بس هو لعيب كبير طبعا، اللعيبه اللي زي دي بتعرف تتحكم في الماتش، بتعرف تغير ماتش تماما، ده اللعيب اللي بتعلق ده زي شماعه تعلق عليك كمدرب، تعتمد عليه. طب انت جبت سيرك كمدرب، انشيلوتي وشايف برضه بعض الرومرز اللي بيقولوا ان هو هيمسك البرازيل، بيقول هيمسك المنتخب البرازيلي، شايف دي خطوه قريبه لانشيلوتي؟ هو خلاص اعتقد الموسم اللي كده متواجد مع ريال مدريد، ولكن خطوه زي ديت هل في حساباته ان يكون المدير الفني للمنتخب البرازيلي؟ سنه مناسب، لان مدرب المنتخب بيبقى اكبر شويه، سنه مناسب لده، هو حقق حاجات كتير رغم مع 4 تشامبيونز ليج، فهو مدرب كبير جدا. ولازم نبص على كل الاطراف، هل ده كويس للريال مدريد؟ لان في رايي محتاجين تجديد. طوال ما انشوتي موجود مش هيبقى في تجديد كتير للعيبه اللي بتلعب، لو عايزين نص الملعب اللي قلنا عليه صغير محتاجين تغيير في المدرب، فده كويس لريال مدريد. هل هو كويس للبرازيل؟ ده اللي هنشوفه، لان عمر ما في مدرب اجنبي كسب كاس العالم، وده الهدف للبرازيل، البرازيل راح تكسب كاس العالم، هي مفيش اي حاجه تانية في حساباتها. انشوتي مدرب كبير بيعرف يتعامل مع ماتشات، بيعرف يتعامل مع الضغوطات طبعا، بس هل هو هيعرف يادابت البرازيل للعيب البرازيلي للفكر البرازيلي؟ عمل كويس مع فينيسيوس، عمل كويس مع رودريجو، صحيح كنت لسه هقول لك عمل كويس مع كاكا في ايسي ميلان من كام سنه، فهو عمل كويس مع مارسيلو، عنده طبعا تاريخ كبير مع اللعيبه البرازيليه. هنشوف هيأدبت ازاي للضغوطات انه يكون مدرب برازيل ويكون
تالي اول مدرب للبرازيل من فتره طويله جدا، لو مش اول مدرب للبرازيل يبقى مش برازيلي. فهو كويس لانشيلوتي لانه هيقبض كتير، كويس لريال مدريد لانه هيبقى عندهم مدرب جديد، هنشوف لو كويس في البرازيل ولا لا. طيب يعني قبل ما نشوف برضو الدوري او الدوري الايطالي برضو انتقالات كبيره جدا جدا، قبل ما نطلع فاصل عايزين نعرف منك بالنسبه للانتقالات ورؤيتك للليجا الاسبانيه السنه اللي جايه، هل الدفعه المعنويه والصفقات اللي جايبها، طبعا تشافي هتكون عامل اكبر لفوز تاني على التوالي لفريق برشلونه؟ طبعا زي ما قلنا انا شايف ان جوندوجان هيبقى اهم عنصر في الموضوع ده، هيبقى لعيب مهم جدا. هنشوف كان هيضيفوا مين تاني، في اشاعات لعيبه كتير جدا هتضاف، يقولوا جافي سيمنز ممكن يجي، في لعيبه كتير كويسه لسه طبعا، في صفقات طبعا كبيره حتى طبعا على مستوى ريال مدريد وبرشلونه، لكن قدامنا طبعا ابرز صفقات الدوري الايطالي، ميليك طبعا من مارسيليا اليوفنتوس، جوفاني سيموني من فيرونا لنابولي، حسام عوار من ليون الفرنسي، وده اللي عايزين نتكلم عنه حسام عوار. طيب حسام عوار تقول عليه ايه؟ لعيب كويس وهيبقى مناسب جدا لمورينيو، وانا شايف انه هيرفع مستوى نص الملعب بتاع روما زي ما شفنا السنه اللي فاتت، كان عندهم كريستانتي وماتيتش لعيبه سوليد اكتر، لعيبه نقدر نقول عليهم لعيبه ديفنسيف اكتر، ووجود لعيب زي حسام عوار هيديهم اوبشن مختلف. كنت اتفرج على النهائي بتاع اليوروبا ليج، كان عندهم مشكله في الخروج بالكوره من تحت، صحيح، فده هيديهم حل مختلف، بيعرف ينزل بين الست باكات يبني، لعيب كويس مع مورينيو طبعا حامل كويس، مورينيو مدرب كبير طبعا. طبعا ومورينيو كمان عامل موسم او موسمين الحقيقه اكتر من رائع مع روما. خلينا يعني بعد الفاصل مع منير هنشوف شكل تكتيكي مختلف، كنا بنتكلم على برايتون الموسم اللي فات مع في البريمير ليج، عمل شكل مختلف للكره وخاصه الشكل التكتيكي. النهارده منير هيورينا حاجه مختلفه شويه، حاجه بره الصندوق، فخليكم معانا بعد الفاصل وهنرجع مع جزء تكتيكي لفريق برايتون. اهلا بحضراتكم مره تانية، اخر فقرتنا النهارده في الحلقه شكل تكتيكي، هنناقش الشكل التكتيكي والشكل الفني لفريق برايتون عن طريق طبعا نجم التحليل العالمي طبعا منير غنام اللي مشرفنا النهارده. منير هنرجع لك تاني، وبنتكلم على فريق كبير زي برايتون ادى موسم ولا اروع في البريمير ليج، اسباب نجاحه ايه؟ طيب احنا عايزين نتكلم عن واحد من اهم الاسلحه اللي برايتون بيستخدمها، روبرتو ديزيربي، جوارديولا قال عليه من اهم مدربين في اخر 20 سنه في الكوره. فعايزين نبتدي في الاول نتكلم عن الفكره اللي بيستخدمها اللي هي الهجمه المرتده المصطنعه. الهجمه المرتده المصطنعه الارتفيشال ترانزيشن. اوكي. في العادي ممكن تجيب الصوره اللي قبليها. طيب هات الصوره اللي قبليها، لو في صوره قبليها. ايوه. ماشي. ايه الهجمه المرتده؟ هو ان احنا بنستنى ورا الكوره في البوكس بتاعنا في نص ملعبنا، مستنيين غلطه من المنافس عشان ناخدها ونبتدي نهاجم في المساحات اللي في ظهر المنافس. مظبوط. فهنا شايفين فريق ريال مدريد كله ورا الكوره، في غلطه من فريق بايرن، جارث بيل اخذ الكوره. نروح الصوره اللي بعديها، نروح للصوره اللي بعديها اللي قبل دي بقى اللي كانت موجوده من شويه. ايوه الصوره دي، ده الشكل عايزين نوصل له، مساحات في ظهر الدفاع بنهاجم فيها، مساحات كبيره كانت وهما بيهاجموا. ماشي. عندنا عدم تنظيم وزياده عدديه. تمام. ده شكل هجمه مرتده عامه. ده الهجمه المرتده الكلاسيك، انك بتطلع الكوره بسرعات معينه في مساحه فاضيه. تمام. طيب برايتون عايزين يوصلوا للشكل ده من غير ما يسيبوا الكوره للمنافس، من غير ما ياخد على نفسه ريسك ان يجي يشوط عليا، لا انا من عندنا هوصل للشكل ده. بيعملوا ده ازاي بقى؟ الصوره اللي بعديها. الصوره اللي بعديها. طيب تمام. ده فريق برايتون. بالظبط. ده فريق برايتون. اوكي. اللي لابس ازرق وابيض بيلعب هنا ارسنال. أوكي. هنشوف اللعيب بتاع برايتون واقف هنا برجليه على الكوره، بارد، بيشد الضغط، بيستفز الضغط المنافس عشان يحرر الاثنين اللعيبه دول. اوكي. ده الهدف، عايزين نحرر الاثنين اللعيبه دول. يعني اللي معاه الكوره اللي عليه الشادو ده هو بيحاول يكون في هدوء في اللعب شويه عشان يحرر الاثنين اللي في وسط الملعب. هو بارد وهادي وراسي وبطيء وعايز يشد الضغط. اوكي. وده حامل حاجتين، اول حاجه هيشد خط الدفاع عشان الفريق كله بيتحرك مع بعض، هيخلق مساحات اللي عايزين نهاجم فيها. تمام. اولا. ثانيا هيحرر الاثنين دول، فنقدر هنا نبتدي الهجمه المرتده بتاعتنا. اوكي. واول ما الكره توصل الهجمه المرتده بتاعتنا حاجتين هيحصلوا. اول حاجه، اهم كوره في اي هجمه مرتده هي اول كوره، دي اللي بتحدد كل حاجه، اتجاه الكوره، سرعه الكوره. مظبوط. الهجمه عامله ازاي، دي اهم كوره. فاحنا لو نوصل لنص ملعب هنبتدي بقى الهجمه المرتده بتاعتنا، الريتم هيزيد، التيمبو بتاع الهجمه هيزيد، عشان كده عايزين نحرر الاثنين دول عشان يبقوا حرين يلعبوا زي ما هم عايزين.
ونجيب الصوره اللي بعديها. ممكن الصوره اللي بعديها؟ الصوره اللي بعديها. طيب ايه بقى شكل نص الملعب ده اللي الكوره بتروح له بيسرع التيمبو؟ ده بيبقى شكل نص الملعب، ده اللي احنا بنسميه البوكس ميد فيلد. شايفين اربع لعيبه دول في شكل مربع، ده بوكس ميد فيلد. برشلونه بيعملوها بجافي، هو اللي بيبقى في المركز ده جاي من الوينج، وزينشينكو في ارسنال بيعملها، بيعملوا البوكس ميد فيلد ده. ايه الهدف؟ الهدف في الثلاث فرق ان هم يشدوا الضغط نص ملعب، يحرروا الجناب، ممكن نبتدي نتحرك في المساحات اللي اتسابت دي. جميل. ورا خط الدفاع في الجناب. جميل. لو نبص هنا ده اللعيب المفتاح هنا، ده داني والبك، ده راس الحربه بتاع برايتون، هو اللي لازم يكمل المربع ده. حضرتك كنت مدافع طبعا. طيب انا دلوقتي لو مهاجم ونازل، حضرتك عندك سؤال من اثنين، يا هتنزل معايا وتسيب مساحات اقدر اهاجم فيها، يا هتفضل في مكانك. صحيح. تسيبني انزل هعمل زياده عاديه في نص الملعب. فدي مشكله اللي نزول المهاجم بتاع برايتون بيعملها. اللي احنا هنشوفه دلوقتي هو ان بعد ما الكره هتبقى سريعه هنروح للوينجات، وهنا من الوينجات اللعيبه اللي نزل. طيب احنا طبعا انت بتتكلم على فكره يمكن تكون جديده شويه على التكتيك في كره القدم. بالزبط. واحنا للاسف عندنا يمكن مهندس عادلي واستاذ ابراهيم منيسي عندنا خلاص هيخشوا، واحنا عندنا يا دوبك دقيقه. عايز اكمل معاك الملف ده. تمام. لانك بتتكلم على شكل مختلف للكاونتر اتاك. تمام. وازاي فرقه برايتون السنه اللي فاتت استغلت العناصر ديت عشان. تمام. تعمل نتائج اكتر من رائعه. ان شاء الله هنكون موجودين معاك او انت موجود معانا ان شاء الله في الحلقه الله. اللي جايه عشان نشرح بقى بالتفصيل، لانه نقطه مهمه جدا جدا جدا. تمام. يعني منير بنشكرك، شكرا جزيلا جداً. الحقيقه شكراً. نورتنا وشرفتنا واستمتعنا بيك. شكراً جزيلا. شكرا. الشكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في المحترف. ان شاء الله كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله عندنا يعني يوم الجمعه القادم هنكون اجازه، يعني هكون مع حضراتكم تاني يوم الاثنين اللي جاي، الاسبوع اللي جاي. كل يعني التحيات لحضراتكم، قضوا اجازه سعيده وعيد سعيد، وان شاء الله دايما ايامكم تكون في فرحه وسعاده. ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.